Time.
محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم هو ذكرى خاصة يعبر فيها المسلمون عن حبهم واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الأمسيات الدينية وتلاوة قصائد المدح وسرد قصص من حياته لتعلم القيم والمبادئ الإسلامية. تتميز هذه المناسبة بأنها تجمع المسلمين على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم أجيال الجديدة كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها تشجع على تقوية الروابط الاجتماعية بين المسلمين. يعتبر مولد النبي صلى الله عليه وسلم فرصة لتجديد الإيمان وتعميق الوعي الديني والروحي، ويستغل المسلمون هذه المناسبة للدعاء والتقرب إلى الله عز وجل. اللهم صل على محمد. Oh.
مكة المكرمة بشبه الجزيرة العربية في 12 من ربيع الأول عام الفيل، وسمي بهذا الاسم لأن أبرهة حاول مهاجمة الكعبة بجيش ضم الفيل لكنه هزم بمعجزة إلهية. كان محمد صلى الله عليه وسلم يتيم الأب حيث توفي والده عبد الله قبل ولادته ببضعة أشهر. بعد ذلك تولت والدته آمنة رعايته حتى توفيت وهو في سن السادسة، فتكفل به جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. عرف محمد صلى الله عليه وسلم في شبابه بصدقه وأمانته ولقب بالصادق الأمين. كان عليه الصلاة والسلام يقضي أوقاتا طويلة في التأمل بغار حراء، يفكر في المشكلات الاجتماعية التي تواجه مدينته وكيفية معالجة الظلم السائد فيها. تعلمنا سنوات طفولة وشباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهمية الصمود أمام الصعاب وقيمة الثقة والنزاهة. لقد وضعت هذه السنوات الأولى الأسس لمرحلة النبوة التي غيرت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة ملايين الأشخاص في العالم. الزاوية العيساوية هي مؤسسة دينية وروحية مرتبطة بالطريقة الصوفية العيساوية التي أسسها محمد بن عيسى المعروف بالشيخ الكامل في القرن الخامس عشر في مكناس بالمغرب، وهي مركز روحي وديني يجتمع فيه أعضاء الطريقة والمؤمنون لممارسة الطقوس الخاصة مثل تلاوة الأوراد والتأملات وجلسات الذكر التي تهدف إلى تطهير النفس والتقرب من الله، وتوفر تدريبا للتلاميذ حول التعاليم الصوفية والفقه الإسلامي والممارسات الدينية. كما تعد الزاوية أيضا مكانا جماعيا حيث يلتقي الأعضاء للاحتفال بالأحداث الدينية الهامة مثل المولد النبوي. وتلعب الزوايا دورا رئيسيا في الدعم الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتها، وتسهم كذلك في حفظ ونقل التقاليد الموسيقية والروحية التي تعتبر جوهرية في ممارسات الطريقة، وتستخدم الآلات التقليدية. وبجانب أهميتها الدينية تلعب الزاوية العيساوية دورا ثقافيا مهما في المغرب، حيث تحافظ على تراث